رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وأبدأها بالعناوين. العربي الجديد اللندنية: عراقيون يطالبون الكاظمي بالكشف عن الطرف الثالث في قضية قتل المتظاهرين. المدى العراقية: فيتو سياسي يبعد وزراء عبد المهدي عن الحكومة الجديدة ويسمح لرجال العبادي والمالكي. وفي تقرير للجريدة الكويتية تنقله عن واشنطن بوست الأمريكية: استمرار تحديات السياسة الخارجية مع تفاقم وباء فيروس كورونا. في زاوية مقالات يتساءل مثنى عبد الله في القدس العربي اللندنية: في ذكرى احتلال العراق هل كانت المقاومة ضرورة أم اختيارا؟ ويكتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية: الانتخابات العراقية المبكرة ما لها وما عليها. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن عراقيين يطالبون الكاظمي بالكشف عن الطرف الثالث في قضية قتل وخطف المتظاهرين منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر 2019. ويؤكد الناشطون أن التظاهرات ستعود بشكل أقوى من السابق إذا ساقت حكومة الكاظمي وراء رغبات الكتل السياسية وتجاهلت مطالب المتظاهرين. أوردت صحيفة المدى العراقية أن فيتو سياسيا يبعد وزراء عبد المهدي عن الحكومة الجديدة ويسمح لرجال العبادي والمالكي. وبحسب الأوساط السياسية فإن القائمة الوزارية المكونة من 20 مرشحا خلت من أي وزير من وزراء الحكومة المستقيلة، لكن فيها وزراء من حكومتي المالكي والعبادي السابقتين. وأشارت تلك المصادر إلى أن توزيع الوزارات بين المكونات راعى ذات التقسيم الذي حصل في حكومة عبد المهدي. أكدت صحيفة المراقب العراقي أن فريق الكاظمي يضلل العراقيين ويصور المكلف سائرا على طريق مفروش بالورود. وترى الصحيفة أنه على ما يبدو فإن الحكومة التي وعد الكاظمي بأن تكون مستقلة وتضم خبرات وكفاءات عراقية بعيدا عن المحاصصة، ها هي تخضع لأمزجة سياسية وطائفية كما حدث في حكومات سابقة. عنونت صحيفة أخبار الخليج البحرينية: انخفاض التوتر بين واشنطن وطهران في العراق، متسائلة هل هي الظروف أم رص الصفوف. وترى الصحيفة أن العراق يشهد منذ أسابيع انخفاضا في التوتر على أراضيه بين حليفيه الأمريكي والإيراني، ويحذر خبراء من أن يكون هذا الهدوء تحضيرا لجولة جديدة من المواجهات. ويقول فيليب سميث من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: حتى إذا لم يكن هناك إطلاق للصواريخ فإن الإيرانيين يعيدون تنظيم صفوفهم، والقوات الأمريكية تأخذ التهديدات على محمل الجد. قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن انهيارا تاريخيا للنفط الأمريكي شهدته أسواق النفط العالمية، وهو حدث تاريخي فريد. فبراميل خام غرب تكساس الأمريكية لعقود آيار صارت مجانية ودخلت المجال السلبي، أي أن المنتجين يدفعون مالا للمشترين مقابل براميل النفط نتيجة لتراجع الطلب. وفي تقرير للجريدة الكويتية تنقله عن واشنطن بوست الأمريكية: استمرار تحديات السياسة الخارجية مع تفاقم وباء فيروس كورونا. يقول التقرير: ليس من المؤكد أن تتمكن الإدارة الأمريكية من معالجة أولويات السياسة الخارجية في شتى أنحاء العالم، سواء الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، في وقت يسود الجدال لدى أوساط العلماء حول ما إذا كانت أزمة الفيروس ستمثل نقطة تحول في تاريخ العالم الحديث. وعلى سبيل المثال يتم في منطقة الشرق الأوسط رسم خطوط جديدة للتحالفات وساحات المعارك.
وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير. أهلا بكم إلى المقالات. يتساءل مثنى عبد الله في القدس العربي اللندنية، في ذكرى احتلال العراق هل كانت المقاومة ضرورة أم اختيارا؟ ويمضي بالقول إن الأهمية التاريخية لأي حدث تكون أكثر وضوحا بعد فترة أطول من الزمن، واليوم وبعد 17 عاما من غزو واحتلال العراق تبدو لحظة الشروع بمقاومة المحتل الأمريكي بأنها كانت عصر التنوير الذي فجر الروح الوطنية، فرفع الشعب العراقي أمام الغزاة وجعلهم أبطالا، وما الساحات التي غصت بشباب الوطن الرافعين معاول هدم العملية السياسية إلا واحدة من ارتداداته. ويكتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية: الانتخابات العراقية المبكرة ما لها وما عليها. يقول الزبيدي: أي هيئة جديدة للانتخاب لن تجد مراقبين ومديرين ومنفذين وعدادين من غير أعضائها، أو الواقعين تحت تأثيرها والخائفين من إرهابها، ولا قيمة للقضاء الذي جعلته الأحزاب ذاتها موكلا بإدارة لعبة الانتخابات المبكرة والتصرف بأمورها، فهو واقع تحت سلطانها وجبروتها وتهديداتها. أخيرا في الشأن العالمي، يتساءل سعيد العلام في العرب القطرية: هل الصين إمبريالية جديدة؟ وهل حضور الصين كقوة عالمية اليوم يرشحها لأن تلعب هذا الدور بدلا عن الريادة الغربية بقيادة أمريكا؟ ويرى العلام أن ما يمكن أن يحدد الحضور الصيني عالميا هو التمدد الاقتصادي أو الهيمنة المائعة ضمن استراتيجية تصريف فائض الإنتاج الاقتصادي والفائض الديموغرافي بسياسات المساعدات الاقتصادية والاستثمار الخارجي من أجل غزو صامت للأسواق. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي إياد العناز. أرجو تفضلكم بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي إياد العناز. مرحبا بك سيد إياد معنا. أهلا وسهلا أخي العزيز. نبدأ من مقال مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية، والذي نشر في صحيفة القدس العربي اللندنية: في ذكرى احتلال العراق هل كانت المقاومة ضرورة أم اختيارا؟ ما رأيك في ذلك سيد إياد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسأل الله أوقاتكم بخير. تحياتي لك ولجميع مشاهدي، مع تمنياتي لكم بالصحة ودوام العافية، ونحن نواجه هذا الوباء الإنساني وندعو الإنسانية بالخير. حقيقة الأمر نحن نعلم أنه بعد مرور 17 سنة على غزو بلادنا، نرى أن المقاومة كانت في حالة ضرورية وحتمية لمواجهة الاحتلال الأمريكي في حينها، بعد أن غزا بلادنا وجاء من أقاصي البلاد
وعمل على احتلال بلد كبير ذو حضارة كبيرة وشعب أصيل، وأيضا ساهم في مغالطات كثيرة نعلمها وأكاذيب جاء بها، ولكن المقاومة العراقية وفصائلها الوطنية والإسلامية الحقيقية استطاعت أن تثبت أصالة هذا الشعب العراقي ورفضه للاحتلال، وواجهته مواجهة كبيرة وأدت إلى إيقاع الخسائر الكبيرة به. ونعلم كم كانت من عمليات المواجهة التي تحدث والعمليات التي كانت تقوم مضاجع القوات الأمريكية الغازية والبريطانية حينها. إذن المقاومة هي حالة حتمية لإثبات قدرة الشعب العراقي على رفض الاحتلال والدعوة إلى تحرير البلاد. نعم، أيضا عنوان في صحيفة العربية الجديدة اللندنية: عراقيون يطالبون الكاظمي بالكشف عن الطرف الثالث في قضية قتل وخطف المتظاهرين منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر 2019، وهو موعد انطلاق التظاهرات. برأيك هل سيكشف الكاظمي الطرف الثالث؟ دائما جميع المكلفين بتشكيل الوزارة بعد إعلان المستقيل على عبد المهدي بوجهته السياسية، نرى أنه جميع الخطابات كانت تؤكد على ضرورة أنه الحفاظ على الخطاب الشعبوي والشعبي والجماهيري الذي يعني تشهده ساحات الثورة المباركة في التحرير وباقي الساحات في محافظاتنا الوسطى والجنوبية. ولكننا نرى أنه لا زال هناك تشابك في موضوع كيفية الإعلان عن الطرف الثالث. الطرف الثالث هو معروف، هو كثير من الميليشيات الولائية والمسلحة التي تحاول الإساءة وتحاول ضرب إرادة الشعب العراقي في التغيير لمصالح إقليمية ودولية معروفة ولتوجهات داخلية للحفاظ على إبقاء حالة الاحتلال وحالة النفوذ والهيمنة داخل العراق. والطرف الثالث هو ارتكب الكثير من الجرائم وارتكب الكثير من الإساءات بحق شعبنا، وذهب ضحيته أكثر من 700 شهيد و24 ألف جريح وأكثر من 5000 معوق. هذه الأمور على رئيس الوزراء الذي تعهد الآن والمكلف هو أنه يكون أمام حقيقة قانونية بالكشف، وهي ليس فقط هي حقيقة لازمية، مسألة أخلاقية في كشف الدماء الزكية التي أورقت، وإلا فسنكون أمام طور جديد من المطاولة والتسويف في عملية عدم الكشف عن هؤلاء. سيد إياد، في الشأن ذاته يؤكد الناشطون أن التظاهرات ستعود بشكل أقوى من السابق، وذلك إذا ساقت حكومة الكاظمي وراء رغبات الكتل السياسية وتجاهلت مطالب المتظاهرين. إذا كيف سيكون شكل التظاهرات بحلتها الجديدة برأيك؟ اليوم ظهرت المجاميع الثائرة من أبناء شعبنا المنتفض وذهبت إلى ساحة الخلاني وإلى ساحة التحرير ولإثبات وجودها بعد الفتح الجزئي للحظر الذي أعلن عنه في العراق. هم تمسكوا أنا أشير إلى أن موضوع الانتفاضة وموضوع الثورة وأهدافها هي ليست فقط في التواجد على الأرض، ولكن هي موجودة في ضمائر المنتفضين، موجودة في ضمائر الشعب الثائر. ولذلك إذا ابتعادهم عن الساحات أو عدم ابتعادهم لأسباب تتعلق بموضوع الحظر أو تتعلق بموضوع إنسانية، وهو أيضا من الظروف التي احترمها المتظاهرون واحترمتها الإرادة الوطنية. ولكن اليوم عندما أصبح هناك مجد ذهبوا، ولكن مع الأسف سقط اليوم شهيدا وجرح أكثر من 13 من أبناء شعبنا الثائر بمواجهات مع جهات مسلحة وجهات حاولت أن تكون في المقابل من الصوت الثوري الجماهيري الذي عاود مرة ثانية مطالبا في النهاء التبعية ومطالبا بالتغيير الوزاري ورفضه لكل ما يحدث في العملية السياسية. ولكن مع الأسف هذه المجاميع المسلحة في ساحة الخلاني وساحة التحرير جابهت هؤلاء الثوار والمنتفضون وأدى إلى سقوط هؤلاء الشهداء. إذن نحن نقول أنه ستعود وستعود بأكثر فعالية وقوة. نعم سيد إياد، صحيفة المدى العراقية تقول إن فيتو سياسيا يبعد وزراء عبد المهدي عن الحكومة الجديدة ويسمح فقط لرجال العبادي والمالكي. برأيك ما الذي يراد من ذلك؟
العمليات السياسية تسير وفق ما جاء به الاحتلال الأمريكي. يعني لا زالت هناك القواعد الرئيسية في موضوع الطائفية السياسية وموضوع التوافقات السياسية، لا زال هناك التقاسم في عملية توزيع الحقائب الوزارية، الخلاف لا زال قائم بين من يفاوض على كيفية تشكيل هذه الحكومة. الأحزاب والكتل السياسية تسعى إلى منافعها الخاصة وإلى وجودها الفئوي الحزبي بعيدا عن ما تنادي به. قبل قليل تحدثت عن ساحات التحرير أو ساحات الثورة المباركة التي ترى أن ضرورة اقتلاع هذه العملية السياسية، ورفض الأحزاب التي تتحكم في السلطة في بغداد، ولكن مع ذلك تبقى هذه الأحزاب هي بعيدة عن الصوت العراقي، بعيدا عن الوهج العراقي، وهي لا زالت تتمسك بمصالحها الفئوية، لا زالت تتمسك بمنافعها التي تسعى منها بالحصول على حقائب وزارية أو تكون جزءا من العملية السياسية في العراق. نعم، ننتقل إلى صحيفة المراقب العراقي، حيث تؤكد أن فريق الكاظمي يضلل العراقيين ويصور المكلف سائرا على طريق مفروش بالورود. لماذا التضليل؟ ما لا زال الكاظمي، لا زال هم يتبعون كثيرا من التوجهات، كثيرا من البيانات التي تصدر عنهم. نرى أنه كثير من الأسس التي تحدثوا بها أو كثير من الوعود التي أحكموا نفسهم بها كما أحكمها قبلها محمد علاوي. وهل يستطيع المكلف عندما يتحدث بخطاب أمام الشعب العراقي ويوجه كثير من الالتزامات عليه السياسية كانت الاقتصادية أو الاجتماعية، هل يستطيع أن يحقق ذلك؟ هنا تبقى العملية عملية كيفية استحكام والسيطرة على القرار السياسي. هل بإمكانه أن ينفذ ويكون ويشكل قوة أمام الأحزاب المتنفذة أو حتى الميليشيات المسلحة والولائية التي ترتبط بعلاقات مع النظام الإيراني أو التي تحافظ على النفوذ الإيراني أو حتى التي ترتبط بولاءات مع الإدارة الأمريكية وتحاول أيضا أن تكون جزء من المشروع الأمريكي؟ كل هذه التداخلات سببها عدم وجود قرار سياسي عراقي وطني وعدم وجود قرار سياسي مستقل. البلد لا زال مشاع والبلد لا زال يعمل تحت التأثيرات الدولية وأقليمية. نعم، أيضا هناك عنوان سيد إياد لصحيفة أخبار الخليج البحرينية: انخفاض التوتر بين واشنطن وطهران في العراق، وتتساءل الصحيفة هل هي الظروف أم رص الصفوف؟ ما الغاية من ذلك برأيك؟ لا زالت السياسة التي تتبع داخل العراق تحديدا بحالة علينا أن ننتبه في موضوع العلاقة بين واشنطن وإيران، لا زالت سياسة التخادم هي التي عنوان لهذه العلاقة على الأرض العراقية. نحن نعلم أن الولايات المتحدة لديها مصالحها استراتيجية في العراق، احتلال البلد لم يكن عملية يعني هينة بالنسبة للشعب العراقي عندما احتل بلده، وكذلك كانت ضمن سياق للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وعلى الأمة العربية من خلال الاستحواذ على العراق وإفشال المشروع النهضوي العربي الذي يكون كان أحد ركائزه بدأ كان يقوده العراق. وبالتالي أيضا نحن نعلم أنه النفوذ والهيمنة الإيرانية، وأنه كيف أن العراق يعتبر ممرا استراتيجيا لتحقيق الأحلام التوسعية لإيران في سيمنتها وسيطرتها على العديد من عواصم الدول العربية، واعتبار العراق هو الممر الاستراتيجي لذلك. إذا تبقى سياسة التخادم بين كل من هاتين الدولتين هي الأساس التي تخدم العلاقة بينهما، ويبقى عملية التجاذب السياسي على كيفية الحصول على مساحة النفوذ داخل العراق. إذا عندما يختلفون في مسائل قد تكون دولية أو شخص أو علاقات بين الطرفين، ولكن يبقى في الملف العراقي تبقى سياسة التخادم بين الطرفين لأنها تحقق لهم أهدافهم ومصالحهم على الأرض. نعم، أيضا يسود الجدال لدى أوساط العلماء حول ما إذا كانت أزمة فيروس كورونا المستجد ستمثل نقطة تحول في تاريخ العالم الحديث. ما هي نقطة التحول عالميا؟ يعني هنا علينا أن يعني في كثير من التحليلات قد تكون ميدانية وعلينا لا نتسبق كثيرا، ولكن الرؤية الأساسية تكون تقول أن النظام العالمي الذي الآن مسيطر على العالم والذي أخذ أبعادا سياسية واقتصادية
وتوسعية، وحتى على الجهد العسكري لهذا النظام العالمي الذي خدع كثيرا من شعوبه وخدع شعوب العالم بقدرته على الهيمنة والسيطرة من الجانب العسكري والتكنولوجي والهيمنة على الأنظمة السياسية والتحكم باقتصاديات البلد من خلال صندوق النقد الدولي ومن خلال التعاملات الاقتصادية ومن خلال أيضا التدخلات العسكرية وفرض الإرادة. كل هذه الإمكانيات وحرب الفضاء وما تلاها من كثير من التوجهات التوسعية لهذا النظام العالمي نراه الآن أصبح عاجزا عن محاولة كيفية الحفاظ على شعوبه، على الاتيان بكثير من الإجراءات للحفاظ ومواجهة هذا الفيروس. إذن هو أصبح عاجزا، وبالتالي أثبت هذا النظام أنه نظاما نفعيا، نظاما لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على شعوبه بقدر ما يفكر بالجانب الاقتصادي وكيفية الحد من عملية انهيار الاقتصادي في جميع أوجهه وفي جميع مجالاته. هو يعتبر هو النظام الآن العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا لم يأخذ الإنسان بالدرجة الأولى، وإنما أخذ المصالح الاقتصادية والمالية في الدرجة الأولى، ويبقى الإنسان الحالة الثانية. إذن هنا أين آدمية الإنسان؟ أين هذا النظام الذي يدعي حقوق الإنسان؟ أين هذا النظام الذي أصبح الآن تعرى أمام الآخرين؟ إذن سيكون هناك تغييرا واقعيا وجدليا كثيرا بعد الانتهاء من هذا الوباء الإنساني، وسيكون هناك نظاما جديدا في العالم. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقول إن انهيارا تاريخيا للنفط الأمريكي شهدته أسواق النفط العالمية، وهو حدث تاريخي فريد. برأيك ما الأسباب الكامنة وراء هذا الانهيار المفاجئ لسوق النفط الأمريكي؟ جميع الدول حاولت أن، وتحديدا هذه الدول التي تدعي أن هي تستطيع الهيمنة والسيطرة على العالم، حاولت أن توجد كثيرا من الإجراءات لكبح جماح التغييرات الاقتصادية والتردي الاقتصادي الذي رافق عملية إيقاف جميع الأنشطة الاقتصادية العالمية بسبب الحظر الذي تم والتقليل من تفشي فيروس كورونا. الخزين النفطي، عملية الإنتاج الكبير، إغراق السوق بالطاقة، وكذلك المصلحة التي يجنيها المنتجون والموزعون الزاعمين إلى مصالحهم الفئوية أدى إلى إغراق السوق بالكثير من المخزون الطاقة، وبالتالي أصبح المخزون لا يكفي، المخازن أصبحت ممتلئة، الحاملات والبواخر أصبحت لا تتسع إلى ذلك. كل هذا أدى إلى الانهيار لعدم وجود سياسة اقتصادية واسعة، وبالتالي النفعية الاقتصادية، وهذا بالأخير سيسوف لا يخدم الدول المنتجة للنفط، ولكن سيخدم الدول الكبيرة التي تسعى إلى الحصول على الطاقة بأبخس الأسعار. أخيرا في الشأن الدولي، يتساءل سعيد العلام في صحيفة العرب القطرية، هل الصين إمبريالية جديدة؟ وهل حضور الصين كقوة عالمية اليوم يرشحها لأن تلعب هذا الدور بدلا عن الريادة الغربية بقيادة أمريكا؟ برأيك سيد إياد، هل ستحكم الصين العالم مستقبلا؟ نختم بدقيقة واحدة لو سمحت لضيق الوقت. الآن الصين هي أحد الدعامة الأساسية، والحرب القائمة بين الصين وأمريكا هي قائمة على أساس اقتصادي وعلى من يهيمن. نعلم أن السلاح ليس هو السلاح العسكري الذي يحكم، وليس السياسي، وإنما هي الإرادة الاقتصادية التي تستحكم بالسوق العالمية، ولذلك الصين سيكون لها الدور القادم والريادي في موضوع التسيد في كثير من القرارات تخص العالم. إذن بهذا نختم. أشكرك سيد إياد الشكر الجزيل على هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك حياتي. مشاهدينا، كان معنا السيد إياد العناز الكاتب والمحلل السياسي في حوار أسبوع الصحافة، وذلك عبر الهاتف. حتى ألتقيكم مشاهدينا في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.